طيب اخر صورة يا فندم، وزير الثقافة الحالي حلمي النمر. يا دكتور حلمي، برضو الدكتور حلمي النمنم ده مثقف برضو جدا وقارئ، يعني انا كنت بشوفه في حلقات في الافلام الوثائقيه عن محمد علي وعن ومره اتكلم عن صلاح الدين الايوبي. هذا رجل قارئ قارئ جدا. لكن انا يعني معلش اعذرني، انا مش شايفك يا دكتور يا استاذ حلمي، انا مش شايفك في وسائل الاعلام، وده دورك انك انت بتصحي الثقافة. انت المدير الثقافة ده المفروض انه يمسك جرس وينبه الناس. احنا مش سامعينك لغاية دلوقتي، اتمنى نسمعك. نتمنى يا فندم.